شايفاك اليومين دول بقيت مثقف، يعني بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رني. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. اعشاب الصينيه؟ اشمعنى يعني؟ لعلمك دي مهمه جدا. يعني مثلا اي حد بيعي باخد ادويه وحاجات كيماويه وبتاع، لا 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 لا، الاعشاب الصينيه دي اعشاب طبيعيه جدا. يعني عارفه في الصين اي واحد مثلا بيكون عيان او حاسس باي وجع ولا حاجه بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفه اعشاب صينيه، ياخدها ويخف ويبقى 100 100. عشان كده الناس بتبقى ماشيه في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعه. يا سلام. امال ايه؟ امال انت فاكره يعني الناس الصينيين برغم ان هم باينين ان هم قصيرين لكن صحتهم كويسه وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. دبني بقى، طالما انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي، متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسه انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الاعمار بيعني ما تنقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله شكرا. ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي، ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك، عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمة الرقيقة عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها ضمك تعدي قبيلة بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطة مناخيرها في كل حاجة في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعدة في اوضة مجيدة ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقة الجيران؟ ما انت عارف ان شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، تعالى يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. هي ياسمين، ايه ياسمين اللي معادك هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك، على اوضتك، على اوضتك، على اوضتنا احنا، ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت، روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضتي اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه ارعيها وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايده نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بالكلام ده كله؟ ربنا يهديك انت يا شيخ. وفيكوا نفس تتخانقوا يا جماعه، حرام عليكم، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا. يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية، أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه، الأعشاب الصينية. إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب.
محدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منسي ايه. سنس يا حاج سنس، يعني شويه مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. والله انا معايا لستة فيها شويه اعشاب صينيه، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبه قوي، ده فيها حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعه واستناك. ماشي، بس بقول لك ايه، انا في عندي خلطات جاهزه احب انك تاخد فكره عنها. يا ريت، فرجنا عليه. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من عشان لا لا، بص يا حاج، الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص، نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ انا انت بتستهبل ياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه. يعني قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد، انا بعمل الخلطات اللي اعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان انت خالص، اتكل على الله قول من وش. يا دول انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول اهف دي اهف دي. معلش انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البانجو ده. سيبوني انا مش بانجو. انت قدامي قدامي. عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دولة؟ مش عارف. مشكلين حتة. ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يالا حتة وكده؟ بس يالا يا رمزي عيب يالا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر يالا، مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا، الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل. المهم امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تديله خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يالا، قبل ما ابوه يموت يعني؟ احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه.